تم افتتاح بنك العز الإسلامي في 30 من سبتمبر عام 2013، وقد كان يوماً تاريخياً ترسخت خلاله مفاهيم الصرافة الإسلامية في السلطنة، وذلك عبر باقة متنوعة من الحلول المصرفية المبتكرة والمستوحاة من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. في فترة زمنية قصيرة استطاع البنك تسجيل نمو جيد في محفظته التمويلية للشركات، وأطلق 25 منتجاً مقسماً على الخدمات المصرفية التمويلية للأفراد والخدمات المصرفية التمويلية للشركات، منها منتج تمويل المركبات القائم على مبدأ المرابحة، والتمويل السكني القائم على مبدأ الإجارة، والتمويل الشخصي القائم على مبدأ الإجارة والمرابحة. وكان بنك العز الإسلامي أول بنك إسلامي في السلطنة يصدر بطاقات الائتمان، ويقدم البنك لعملائه أيضاً الحساب الجاري وحساب التوفير وحساب الودائع الاستثمارية الثابتة، ويمكن لجميع عملائه استخدام أي من أجهزة الصرف الآلي المنتسبة لشبكة عمان مجاناً. ونجح البنك في توسيع شبكة فروعه وفقاً لاستراتيجيته، لتنتشر الآن فروعه المزودة بأحدث وسائل التقنية في كل من الحي التجاري بروي والخوض وصحار ونزوة وصلالة. يعد بنك العز الإسلامي أول بنك إسلامي يتيح خدمة السداد الفوري للفواتير عبر مختلف قنواته. كما أنه أول بنك في السلطنة يستخدم منصة أوراكل فليكس كيوب. لقد حاز البنك على العديد من الجوائز التي تبرز جهوده الحثيثة في الابتكار والتميز، منها جائزة البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً في السلطنة، وجائزة أفضل مشروع للتشغيل الآلي للفروع في الشرق الأوسط وأفريقيا، وجائزة أفضل بطاقة ائتمانية. في إطار سعينا لنكون الأفضل، يحرص بنك العز الإسلامي على استقطاب أفضل الكفاءات العمانية والخبرات العالمية في مجال الصرافة الإسلامية، ويعمل البنك على دعم سياسة التعمين، حيث يشكل العمانيون العاملون حالياً في البنك أكثر من 89% من إجمالي عدد الموظفين. نؤمن في بنك العز الإسلامي بكوننا لبنة أساسية من لبنات المجتمع، ونسعى لدعم المبادرات المجتمعية في جميع أنحاء السلطنة لتعزيز الوعي بمفهوم الصرافة الإسلامية ودورها في التنمية. إن بنك العز الإسلامي هو أحد العناصر المكونة لقصة نمو عالمي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار أمريكي. نحن نقدم الصرافة الإسلامية بين أيديكم. إننا نرى مستقبلاً باهراً معكم. بنك العز الإسلامي، نعتز بخدمتكم.